متى يكفر من جحد الإجماع؟ يكفر إذا جحده. الإجماع هو أحد الأدلة، أحد الأدلة المتفقة المجمع عليها، كتاب والسنة والإجماع، هو الدليل الثالث. والرابع القياس مختلف فيه، ثم عاد يأتي استصحاب الأصل والمصالح المرسلة وأشياء كثيرة يعرفها الأصوليون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول، نعم هذا سائل يقول، يقول الله جل وعلا يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الإجماع، توعده الله ليتبع غير سبيل المؤمنين، توعده الله بوعيد شديد، فلا يجوز مخالفة الإجماع. نعم.